مباراة. طبعا سنذهب إلى ملعب بشير أوت، ولكن قبل ذلك قبل أن نذهب إلى سيسليماني، بادو زاكي هو المدرب الجديد لفريق شباب الوزداد، ماذا قال في ميكروفون الزميل توفيق دربال؟ كيف كان الاتصال وكيف تم الاتصال بك وكيف يعني تمت الأمور مع إدارة شباب الوزداد؟ تنظن بأن الأمور من اللي بدأت مشت في اتجاه صحيح، لأن كانت هناك رغبة من المسؤولين ديال شباب الوزداد باش يمكن لي نكون على رأس الإدارة التقنية ديال الفريق، والحمد لله الأمور مشات بأسرع وقت ممكن، لأن الأمور كانت سلسة. كما قلت كما سقسيت بعض الأطر الوطنية اللي كتشتغل في المغرب شجعوني كثير، لأن يقول لي تما راه كاين جمهور كبير وفريق اللي عنده تاريخ، وفعلا داك الشيء اللي لقيت لهدف وتم الاتفاق بواحد السرعة كبيرة. ربما فيه ورشة، ربما فيه عمل ينتظر سيد بادو زاكي. سابق درب عدة أندية، هل هو سيكون المنقذ يعني بالنسبة للفريق؟ اولا كنعرفوا شباب الوزداد فريق من الفرق اللي عندها تاريخ، فريق اللي ديما كيلعب ادوار طلائيه. هذا الموسم بدا بدايه متعطره ومشي نهايه العالم ومشي والفرق الكبيره تمرض ولا تموت. هذا بالنسبه لنا بواحد شويه ديال العمل بشويه ديال المسانده وتدخل جميع الفعاليات الرياضيه ديال المدينه، لا من محبين لا من مسؤولين لا من مسؤوليه ديال اللاعبين والاطر، فتنظن بان الفريق عندهم الامكانيات باش ممكن يخرج بسرعه من هذه الوضعيه ديالو. ما هي الاهداف اللي جاب بها السيد بادو زاكي لشباب الوزداد؟ وبكل صراحة الأمور واضحة، والهدف أولا هو نخرجوا الفريق من الوضعية تاعو ورجعوا الثقة للاعبين وكذلك المحبين ديالو. من طبيعة الحال عندنا ملي نخرجوا من هذه المرحلة عندنا متسع من الوقت، أو لكن عندنا متسع من الوقت لعبوا الأماكن الأمامية. المهمة صعبة بالنسبة للمدرب بادو زاكي، والمرتبة التي يحتلها شباب الوزداد لا تليق أبدا لا بسمعته ولا بتاريخه. اليوم استقبل أولمبي المدية بسليماني سيد أحمد الذي فرض عليه التعادل. توفيق دربال يفصل. ملعب 20 أوت بالعاصمة، استقبال حار للوافد الجديد على العارضة الفنية لشباب بلوزداد المغربي بادو زاكي. ولأنه كان حارس مرمى فإنه يعرف جيدا قيمة هذه الأخطاء. الدقيقة 6 من أروع ما يكون، إن لم نقل أحسن أهداف الموسم، لمهان على طريقة الكبار وضع الكرة في شباك الحارس بوقاسم الذي يتحمل مسؤولية الهدف. دقيقتان بعد ذلك رد الشباب كان هكذا، بوغرا يوزع، الحارس أسري يقطع الكرة. اللعب الفردي طغى على أداء إشبال الثنائي علي موسى وبن اسماعيل صبر. نعمان بهذه التسديدة والحارس أسري بصعوبة إلى الركنية. كان ذلك في الدقيقة 34. تعليمات أصحاب الخبرة من علي موسى ونياط أوصل الفكرة إلى بعزة والرفقاء. كرة في العمق ناحية يحيى الشريف الذي قال للجمهور البلوزدادي أنا هنا لتسجيل هدف التعادل. اللحظات الأخيرة من الشوط الأول كاد عداد التوفيق أن يضيف الهدف الثاني للمدية وتألق الحارس بوقاسم. كيف تتوقع الشوط الثاني؟ وكنشوف بان اللاعب عندهم واحد الرغبه وعندهم واحد طموح باش يربحوا هذه المباراه. الا تفادوا شويه ديال التسرع يمكن لهم يربحوا المباراه ديال اليوم. في المرحلة الثانية التسرع كان سيد الموقف، فضيع الأولمبي في اللحظات الأولى منه وكذا الشباب عن طريق يحيى الشريف وكذا نياطي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، لتبقى حالة شباب بلوزداد تراوح مكانها، وأولمبي المدية أراد الاستثمار فيها فعاد بنقطة ثمينة من العاصمة. الحمد لله عرفنا كيفاش نجيريو لا دوزيام ميطون، كنا عارفين باللي حيكون علينا ضغط كبير لان الفريق يلعب في ميدان ومع البيبليك تاعو. الحمد لله اللاعبين اليوم قدموا مردود لاباس به. عندنا لي ديربي بزاف، كنا حابين اليوم المهم نبداو بين فيكتوار. واش نقول لك، قدر الله وما شاء فعل، نكملوا الخدمه بول بروشا ما شاء الله.
اولمبي المديان يعود بنقطه ثمينه. نقطه ضعفكم سي احمد سليماني هي خارج الديار نقطتين.